بعد حصولها على أكبر نسبة نجاح في الشرقية الجزائرية تفوق 76%، نظمت ثانوية شمام عمار ببلدية الذرعان ولاية الطارف احتفالية كرمت من خلالها النجباء الذين حققوا أعلى المعدلات لهذه السنة في شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، حيث اعتبرت النتيجة المحققة إنجازا تاريخيا للثانوية للسنة الثالثة على التوالي بفضل إدارتها والطاقم التربوي.